معرفش، هو الشتاء غريب السنة دي، احنا في شهر 12 الجو الصبح كان حر شوية يعني، او ده ما يمشيش مع شهر ديسمبر. ده شهر ديسمبر ده المفروض احنا بنبقى لابسين كلنا البلاطي ويعني وداخلين بقى على راس السنة، ودايما الايام دي بتبقى برد قوي واجواء الكريسماس والحاجات دي، الدنيا مش برد قوي. لكن خلينا اقول لكم انه ده برضو مختلف مع توقعات المصريين. ايه بقى بتقول ايه؟ بيقول استطلاع الرأي اجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، كان الاستطلاع ده عن وقوف المصريين على معرفتهم بخطورة التغير المناخ والظواهر المناخية المختلفة والاحتباس الحراري. واحنا لسه هم مخلصين كوب 28 في الامارات وخرجوا باتفاقية، وكان العالم كله مركز طبعا على كوب 28 والاجراءات المتعلقة بمكافحة التغير المناخي. الاستطلاع الرأي ده بيقول ايه؟ ان 64% من المصريين بيقولوا ان هم بينتظروا شتاء اكثر برودة هذا العام من الاعوام الماضية بسبب التغيرات المناخية، و7% من المصريين المشاركين في العينة البحثية بيتوقعوا ان تكون برودة شتاء هذا العام زي الشتاء اللي فات، لكن 4% بيقولوا انه شتاء 24 هيكون اقل برودة من شتاء 23، و22% المتبقيين ما حددوش توقعات او مش عارفين هل هيبقى الشتاء السنه دي ابرد من السنه اللي فاتت ولا الشتاء السنه دي اقل بروده من السنه اللي فاتت. والموضوع ده بقى بيحظى بالاهتمام الشعبي مش بس في مصر لكن في كل الدنيا طبعا، مع ازدياد الحديث كمان عن التغيرات المناخيه وتاثيراتها وظاهره الاحتباس الحراري. تعالوا نسأل بقى في نتيجة هذا الاستطلاع، وهل ده بالفعل هيكون شتاء يعني أشد من السنة اللي فاتت ولا أقل؟ هنشوف ده مع أستاذنا بينضم إلينا الآن الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بيك يا دكتور، منورنا. أهلا بحضرتك أستاذ حسام وكل السادة المشاهدين، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. طبعا إحنا بقينا مهتمين قوي قوي بظواهر تغير المناخ، وخاصة بدأ عندنا يحصل وعي أكبر من السنين اللي فاتوا طبعا مع تحركات الحكومية في الموضوع ده وزيادة الوعي الشعبي وكوب 27 وغيره، فبقينا بنتابع الظاهرة دي باهتمام بالغ. لكن استطلاع الرأي ده بقى الغريب فيه إنه 64% من المصريين بيقولوا الشتاء السنة دي هيكون أشد برودة من السنة اللي فاتت، رغم إن احنا مش شايفين أمارات لغاية دلوقتي، يعني شهر 12 مش برد قوي زي ما احنا متخيلين. ايه رأي حضرتك في الموضوع ده؟ ماذا يقول العلم في ذلك؟ بالتأكيد احنا خلينا نقول ان لسه بقى حوالي اسبوع على البداية الفلكية او الجغرافية لفصل الشتاء بالنسبة لمصر. احنا لازلنا الان في نهايات فصل الخريف، ولكن المفترض خلال التوقيت ده من العام انه بيكون بداية تمهيد لدخولنا في فصل الشتاء. نقدر نقول ان درجات الحرارة اللي بنشهدها حاليا او خلال الفترة الحالية يا إما حول المعدلات الطبيعية أو أعلى من المعدلات الطبيعية على كافة مناطق الجمهورية، سواء خلال ساعات الليل أو خلال ساعات النهار. يعني درجات الحرارة العظمى اليوم تحديدا سجلت القاهرة 23 درجة مئوية بارتفاع حوالي درجتين عن الأمس. إن شاء الله مع بدايات الأسبوع المقبل وحتى منتصف الأسبوع المقبل درجات الحرارة على القاهرة متوقع أنها تصل إلى 25 درجة مئوية، ودي بالفعل اعلى من المعدلات الطبيعيه المفترض اننا نكون عليها لمثل هذا الوقت من العام. بالنسبه لتوقعات البروده خلال فصل الشتاء، احنا كده بنتكلم عن قسم اخر من التوقعات ويسمى التوقعات الموسميه او التوقعات الفصليه. بالفعل الهيئه ليها باع في الموضوع ده، لكن خلينا نقول على مستوى العالم التوقعات دي دقتها لا تتجاوز ال 50% على مستوى العالم، لكن العالم بيجتهد فيها. بالنسبه لتوقعاتنا لفصل الشتاء هذا العام إن درجات الحرارة هتكون حول المعدلات الطبيعية في أغلبها، وتنخفض في بعض الأحيان عن المعدلات الطبيعية مع بعض حالات عدم الاستقرار. بالنسبة للأمطار بنتوقعها خلال هذا العام هتكون أمطار حول المعدلات الطبيعية وربما أكثر من المعدلات الطبيعية على بعض المدن الساحلية، لكن بنأكد إن دي كلها تنبؤات موسمية وفصلية دقتها لا تتجاوز ال 50% على كل حال. يعني توقعات المصريين ده نقول في محلها ولا مش في محلها قوي؟ يعني انا سمعت حضرتك بتقول ان شتاء العام الماضي البعض وفق الاستطلاع الرأي اللي عمله مركز المعلومات ده اتخذ القرار ان 64% بيشوفوا انه هيبقى اشد برودة من السنة اللي فاتت.
يعني السنه اللي فاتت خلينا نقول ان تقييمها ككل من خلال الثلاث شهور بتوع فصل الشتاء فيها بنقول ان العام الماضي كان من اكثر الاشتياء دفئا، يعني درجات الحراره فيه كانت اعلى من المعدلات الطبيعيه، وكان قصير جدا الشتاء. بالفعل الشتاء اللي قبله كانت درجات الحراره منخفضه ومتدنيه وظلت منخفضه لفتره طويله جدا خلال شهر يناير وشهر فبراير. هذا العام بنتوقع درجات حراره حول المعدلات الطبيعيه، بتنخفض اقل من المعدلات الطبيعيه احيانا مع بعض حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، لكنها على كل حال في المعتاد هتكون حول المعدلات الطبيعيه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي، عضو المجلس او عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا.